إطار الحملة الكبرى التي تعمل عليها العتبات المقدسة لدعم القطاع الصحي، بادرت العتبة الحسينية وبتوجيه مباشر من المرجعية الدينية لإنجاز مركز تخصصي لمرضى كورونا في محافظة النجف الأشرف وبالتعاون مع وزارة الصحة. مباشر من سماحة متولي الشرع عتبة الحسين المقدسة مثل المرجعية العليا، تم تشكيل خلية خدمة، الغاية من عتبة هو تقديم الدعم إلى جميع الكوادر الطبية والصحية وزارة الصحة من عدة نواحي. الناحية الأولى توفير 150 سرير في مدينة محافظة بغداد الكرخ والرصافة، مدينة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. أيضا توفير 300 ألف كيف، 120 ألف كمام تقريبا، 20 ألف بدلة، وهكذا مستلزمات الوقاية. يعني ضمن توجهات الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة أن تكون قريبة دائما في الأزمات والمحن والشدائد، قريبة من المواطن لدعمه وإسناده وإدخال الاطمئنان والأمان لدى المواطنين. المركز الصحي الجديد الذي يقع على مساحة نصف دونم يضم 30 سريرا منعزلا لمرضى كورونا. هذا المركز حقيقة بمساحة 1250 متر مربع، يعني نصف دونم، هو بواقع 30 سرير بنظام السويت المنعزل. كل سرير منعزل بغرفة وحمام وخدمات متكاملة. هذا المركز يمتاز بميزتين مهمتين. الميزة الأولى هي أضفاء الجمالية المعمارية في داخل المركز، وإضافة بعض الحدائق المهمة في داخل المركز لتقليل الضغط النفسي على المريض وتسريع الشفاء إن شاء الله. من جانبه طالب مدير عام صحة النجف الحكومة الاتحادية الإسراع بافتتاح المستشفى الألماني المتوقف منذ عدة سنوات بنسبة إنجاز تصل إلى 98%. من النجف الأشرف، متذر الشريفي، العراقية الإخبارية.